اليوم غتحضوا معنا انطلاق فعاليات برمجة 51 عرض مسرحي باللغة الأمازيغية. فكما حضرتوا معنا انطلاق فعاليات برمجة 184 عرض مسرحي باللغة العربية، واللي كان فعل حضور قوي وجولات في مجموعة مناطق العالم في كل القارات. هانتوما كتشهدوا معنا اليوم وكتحضروا معنا تفعيل هذاك الالتزام التاريخي واللي ذكرنا الرأي العام من خلالكم الوطني أننا بصدد تحضير لجوة مسرحية باللغة الأمازيغية. هذا العمل الجاد حققناه وانجزناه بفضل التعاون المثمر والإيجابي والأساسي مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واللي بالفعل بكل بالعميد وبكل الأطر بذلوا مجهود كبير باش داروا عملية انتقاء لمجموعة من النصوص المسرحية، تواصلوا مع مجموعة من فرق المسرحية، حضروا لنا كل الإمكانيات باش نكونوا اليوم حاضرين وجاهزين الانطلاقة. هذا التفعيل هذا كيجي كذلك باش حنا ننزلوا على أرض الواقع في المجال الثقافي إحدى أهم مقتضيات الدستور، ألا وهو اعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية. كذلك كيجي تفعيل للمرجعية الكبرى الاستثنائية لخطاب أجدير، واللي من خلال أكد صاحب جنصره الله أن المغرب متعدد والمغرب قوي، والمغرب قوي كذلك في إطار مشروعه التنموي الكبير وفي إطار مشروعه الحداثي الديمقراطي. فإذا لحظة استثنائية لكتأكد أن مغاربة العالم دائما موجودين في كل التوجهات الكبرى سواء كانت ثقافية أو تنموية. أنتم كتبعوا معنا مجموعة من الأنشطة هي اختيارات استراتيجية باش تخلي مغاربة العالم دائما مساهمين أساسيين في صياغة كل المراحل لتمنها المغرب، وكذلك تأكيد على أن المغرب بلد قوي لا يخاف من رفع التحديات، لكن بفضل الإرادة الملكية يواجه التحديات بإرادة بصبر بحكمة وبوعي كبير.